تحية طيبة لكم مشاهدينا الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم سكتش. في هذه الحلقة تحديدا سوف نتحدث عن الجانب التمثيلي، إن كان مسرحيا أو تلفزيونيا أو سينمائيا، كيفية إعداد الممثل المسرحي ليكون مؤهلا للتمثيل المسرحي أو التلفزيوني أو السينمائي، أيضا عن الشباب السوري في مجال التمثيل ومجموعة من الصعوبات التي يواجهوها، إضافة إلى كيفية تجاوز هذه الصعوبات. لذلك اسمحوا لي مشاهدينا الأكارم أن أرحب بضيفي المتواجد معي هنا في هذه الحلقة، الممثل نضال سليمان. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك أستاذ، شكرا. أهلا وسهلا فيك. طبعا خليني أحكي بداية أستاذ نضال عن تجربتك التمثيلية تحديدا، إن بدأنا من ناحية الناحية الأكاديمية، خلينا نبلش أكاديميا، تم تدريب الصوت، التدرب على التعامل مع الظروف التي من الممكن أن تحدث على خشبة المسرح. أولا بتشكرك وبتشكر جميع الشباب وبتشكر هالقناة الكريمة استضافتي، شكرا. دراستي أنا الموسيقية، طبعا أنا دارس موسيقى، خريج معهد موسيقي. دراستي الموسيقية طبعا فادتني بهالموضوع كتير. بالنسبة لطبقة الصوت، يعني أنت بتتحكم بصوتك إذا كنت دارس موسيقيا أكتر من أي شخص تاني ما نو دارس. يعني عنا نحن كانوا يعلمونا بالمعهد شغلة السولفيج، سولفيج غنائي بالإضافة للعزف بالإضافة للقراءات النوتات الموسيقية. فهالأمور هي كمخزون عندك أنت، بتفيدك، بتتحكم بطبقة صوتك أكتر. فبتعرف أنت لما اللي بتحكي مثلا عتون واحد غير لما اللي بتلعب بصوتك، مثلا بتطلع أو بتنزل. هي شغلة الدراما، يعني المخرجين بيعرفوا فيها أكتر من أي شخص تاني. فادتني كتير أنا بشغلي، يعني ما لقيت هالصعوبة بإني أتعامل مع أي مخرج مثلا اشتغل معه بإنه يعني ضل هوني مثلا بدنا علي صوتك، هوني مثلا بدك توطي صوتك، هوني مثلا بدك تعطينا حنية أكتر، هوني كذا. دراستك أنت كموسيقى بتعودك هالشغلات هي وبتكون أسهل لإلك. هل دارس طبعا موسيقى مثل ما ذكرنا بتريحه كتير هالأمور، وبتريح الشباب اللي عم يشتغل معه أكتر يعني. طيب أنت بدايتك التمثيلية، خلينا يعني نعرف إيمت بدأت كممثل يعني مسرحي؟ هلا أنا اتجهت لهالموضوع هذا يمكن قبل الأزمة بسنتين أو اشتغلت، عملت أكتر من دورة إعداد ممثل بالمسرح الجامعي، واحدة منهم كنت اشتغل مع الأستاذ قتيبة غانم، معروف يعني، بوجه له التحية، المخرج المنفذ. طبعا أستاذ بيشتغل مع الأستاذ نجدة أنزور، فكمان كان يفيدني بهالموضوع يعني. أكيد يعني فادني كتير الأستاذ قتيبة بهالموضوع. اشتغلت مع الأستاذ قتيبة من شي سنتين تقريبا، مسرحية ثامن أيام الأسبوع للكاتب عراقي، وسيناريو وإخراج للأستاذ قتيبة. قدمناها السنة الماضية بعد البروفات اللي يعني كنا نعمل، ما كان في مكان نعملها في بروفات الحقيقة. يعني هاي الشغلات اللي بيعاني منها جميع تقريبا الموجودين في اللاذقية من هالموضوع هذا بالتحديد. يعني نحن كنا نشتغل بروفاتنا بكوريدور المركز الثقافي، بالكوريدور المركز الثقافي، المحل بتطلع وتنزل العالم، وكانت العالم هي طالعة ونازلة توقف تتفرج علينا، وكان برد شتي وما شتي، عرفت كيف؟ مكان مفتوح. ومرقت فترة كنا نشتغل بروفات كمان تعرف بمقهى، كنا نفتحها للمقهى الصبح الساعة 9، نتدرب فيها ساعتين ونحمل حالنا ونمشي. يعني مكان للتدريب لا يوجد؟ ايه لا، ما في مكان للتدريب، ما في ابدا. والحمد لله يعني المسرحية اشتغلت فيها أنا كمساعد مخرج مع الأستاذ قتيبة، استفدت منه كتير. السنة الماضية، لا والله السنة هي، اشتغلت مع الأستاذ فرحان مثل ما بتعرف، يعني مسرحية طقوس الإشارات والتحولات للكاتب المبدع سعد الله منوس. تمام. هلأ بس لو سمحت لي يعني فوت بنقاش صغير حول عملك كمساعد مخرج وعملك كممثل. يعني أنت خط هيدي التجربة وخط هيدي التجربة، فينا نأخذ من حضرتك مقارنة بين التجربتين، أيهما أصعب، أيهما وجدت نفسك فيها أكثر من الأخرى؟ هلأ يعني التمثيل بحد ذاته صعب، صعب يعني أصعب مهنة يمكن موجودة على وجه الأرض. بيقولوا أنه عمال المناجم والممثلين هذون أصعب مهنتين على وجه الأرض.
فشغلة التمثيل صعبة كتير، وشغلة الإخراج كمان صعبة بنفس الوقت. بس شو الفرق بيناتهم؟ أنت كممثل بتجي تعمل مشهدك، مشهد مثلا واحد أو مشهد اثنين، بتخلص يعطيك العافية أساس وبتمشي. أما مساعد المخرج أو المخرج بده يكون موجود من أول شيء، بده يحضر كل شيء، بده يحضر المشهد اللي بده يشتغله، بده يحضر طريقة الإلقاء، بده يحضر، بده يعلم الممثل كيف يطلع كيف صح. يدخل وين يوقف، وين تونه عالي وين تونه واطي، كل هالأمور هاي بتقع على عاتق المخرج. بالنسبة كمان بالإضافة للمواعيد كلها هاي بتقع على عاتق المخرج صح. أما الممثل بنظري يمكن شغلته أريح من هلا. أنت كونك خايض التجربتين ممكن يعني شفت كيف ممكن يصير العمل بالإخراج وكيف يصير طبعا العمل بالتمثيل، يعني بالإضافة لأنك بتملك ملكوت الممثل يعني إن كان صوتيا وإن كان أدائيا على خشبة المسرح. خلينا نبلش من آخر عمل يعني تابعوك في الجمهور على خشبة المسرح، طقوس الإشارات والتحولات. كان الدور ليس بسهل، هو دور صعب يمثل شخصية تاريخية معينة تحتاج إلى أداء صوتي معين. يعني تابعنا هيدا الموضوع. خلينا نأخذ بس فكرة عن البروفات لتأدية هذا الدور، كم استمرت، أين كانت هذه البروفات؟ هلا يعني أنا شغلتي مع الطقوس يعني بدي أحكيها يعني تفضل. يعني تعتبر مثل الحكاية هي. يعني أنا كنت رايح لعند الأستاذ فرحان طبعا بمساعدة الأستاذ قتيبة، أنه رايح اشتغل مساعد مخرج بطقوس الإشارات والتحولات. رحت لعنده على البيت، شفت الكاست اللي موجود عنده، تعرفت عليهم، وقعدت على أساس أنه أنا عرفني عليهم على أنه أساس أنا مخرج مساعد. أول يوم عملنا بروفات طبعا ببيت الأستاذ، ما في محل نعمل فيه بروفات، نحن وقاعدين عند الأستاذ. بروفات قراءة تمت في بيت عنده بالبيت، ضلينا بالبيت، بقينا عنده تقريبا يمكن شهرين أو شهرين ونص ببيت الأستاذ. فباليوم الثالث أو الرابع لسه الكاست ما كان مكتمل كله، فقال لي الأستاذ ممكن نضال تقرأ مع الشباب شخصية عبده. تعرف شخصية عبده كان الإيد اليمين للمفتي بالمسرحية. قلت له أستاذ أنا جاي أشتغل المساعد مخرج معك، ما بدي أشتغل تمثيل. قال لي معلش خلص ساعدنا أنت شوي. قريت معهم بعد ما خلصنا المسرحية يعني كقراءة، عين فيني هيك قال لي بدك تأخذ الشخصية. قلت له يا أستاذ الله يخليك أنا ما بدي أشتغل تمثيل. قال لي لا ما بتعارض، هاي ما يعني ما ما ما, ما بتزعجك أبدا، بتشتغل الشخصية ما في مشكلة، مساعد مخرج. قلت له خلاص استاذ مثل ما بدك، يعني استاذ فرحان انا ما فيني خجله، يعني فضوا علي والله. ثاني يوم بتفاجأ بالاستاذ بيقول يا شباب انه انتو جروب كامل، باي لحظه ممكن غير اي شخص انه يشتغل شخصيه غير شخصيته اللي عم يتدرب عليها. اي ثالث يوم رابع يوم بيرن تليفوني الاستاذ فرحان عم يحكيني، قال لي نضال بتحضر دور المفتي. قلت له شو دور المفتي يا استاذ؟ قال لي ايه انا شايف الدور رئيسي شخصية رئيسية انا شايف بالمفتي. قلت له يا استاذ المفتي نص المسرحية، انا الي المسرحية 15 مشهد، انا الي فيها 7 مشاهد. قلت له انت نسيان انه انا يعني اول تجربة لي مسرحية هي. قال لي لا انت بدك تشتغلها وبدك تبدع فيها. طيب انا بحترم وجهة نظره، بس كمان انا صار قلبي دق كأنه يعني شو يعني مهمة ما سهلة، اول تجربة و مهمة ما سهلة انك توقف قدام 700 متفرج وتأدي هيك شخصية، يعني شخصيات صعد الله والنوس مرعبة صح، وخاصة الطقوس ونص ثقيل يعني. ثقيل كتير يعني، حتى باللاذقية ما حدا يمكن قليلين اللي بيدي ما حدا اشتغله، ما حدا اشتغله، ما حدا تجرأ واشتغله، يعني هاي الصراحة يعني. فقال لي انا بساعده. قلت له خلص استاذ مثل ما بدك. صرت اشتغل علي، صرت روح على البيت اقفل باب الغرفه علي وقعد ساعه ساعتين بس عم يحضر لشخصيه. طبعا للشخصيه عم حضرها، يعني انا الاستاذ حط ثقته فيني فلازم انا اكون قد الثقه اكيد. والله والحمد لله يعني تابعته للعرض صحيح. الحمد لله في ناس كتير شهدت بانه كان شغلنا جيد
كان عمل جيد وجريء يعني، يعني قدم على مدى 7 أيام على ما أذكر على خشبة يعني دار الأسد للثقافة، دار الأسد للثقافة, للثقافة والفنون. كانت تجربة جيدة أعجب فيها كل من تابعها، تحديدا صوت نضال سليمان. يعني دوما كان يركز من تابع هذه المسرحية على صوت نضال سليمان. كان عملية دراستك الموسيقية ساعدتك كثير في إيصال الصوت، يعني هل هو بالنهاية المسرح البعد بينك وبين الجمهور يعني مسافة قريبة جدا، ممكن أي ردة فعل من أي أحد من الجماهير إن كانت سلبا أو إيجابا من الممكن أن تؤثر على أداء الممثل المسرحي. هذا الأمر كيف تتعاملون معه يعني، أو تعاملتم معه في مسرحية طقوس الإشارات والتحولات؟ هلأ أنت كممثل مسرحي بدك تطلع على خشبة المسرح، بدك تفترض أنه أنت لحالك، ما في حد أبدا، ما في جمهور، ما في غير أنت والشخص اللي مقابلك، أنت عم تعطيه هو عم يعطيك فقط لا غير. إذا أنا كممثل بدي انتبه على صوت جاي أو ضحكة أو ضاع هالشغلات اللي بتصير يعني، أنا بدي ضيع وبدي ضيع اللي مقابلي بنفس الوقت، فمشهدنا بده يطلع ركيك صح، فبده أثر على العمل بشكل سلبي مو بشكل إيجابي أكيد. فهالأمور بدك تحطها بحسبانك، أنت طالع على خشبي بدك تحط ببالك هالأمور هاي. يعني ما في ممثل بيطلع على خشبة المسرح طبعا بيحترم حاله وبيحترم فنه وشغله إلا بده راعي هالأمور هاي إجباري يعني مطلقا. صحيح. طيب هلأ لو سمحت لي فقط ناقشك بكلام حضرتك أسلفت بذكره، هو حول دورات إعداد الممثل إن كانت في المسرح الجامعي أو إن كانت في على في دورات أخرى قمت حضرتك باتباع. أهمية دورات إعداد الممثل، يعني الموهبة جيدة، الموهبة رائعة، الموهبة يعني قد تلمع يوما ما لكن بحاجة إلى صقل طبعا. هذه الدورات تتحدث قليلا عن أهميتها ويعني أهمية المعلومات التي من الممكن أن يأخذها أي من المتبعي هذه الدورات. أستاذي الكريم، اللؤلؤة إذا ما حدا صقلها صحيح وضبطها هيك على 24 ما راح تحس بجمالها فالممثل لازم يخضع لهيك دورة يعني حتمية هي طبعا. يعني انت ما لا يمكن يجي مخرج ويقول لك تفضل اشتغل، انت المفروض تكون قد حالك لما اللي بده استاذ يقول لك تفضل مثلا انا حابب تشتغل معي شخصية كذا بمسرحية كذا او بمسلسل كذا. دورة اعداد الممثل بتعرفوا للممثل على كل ما يحيط بالعمل، على كل ما يحيط بالعمل. يعني انت كيف لازم تقرأ العمل، كيف لازم انت تشوف شخصيتك، شو لازم تدرس عن شخصيتك، شو لازم رفاقك او اصدقائك اللي حواليك يعني كيف بدهم يعطوك نفس الرياكشن المضبوط، هل الرياكشنات المضبوطة؟ انت هاي بدك تاخذها كلها بالدوره، دوره نظاميه، دوره تثقيفيه، دوره تنمويه. انت اذا بدك تنمي مواهبك لازم تخضع لهيك دوره اجباري بالمطلق. ودائما الانسان والجد والمجتهد بيسعى تنمي موهبته ومقدرته صح. فكيف عن طريق مين؟ اما بدك تدخل معهد او بدك تعمل دوره اعداد ممثل. هيك يعني صقل الموهبة يعني هي عامل من عوامل نجاح أي ممثل طبعاً. أو أي مجال آخر طبعاً, طبعاً أستاذ نضال. نحن عم نحكي عن عمل مسرحي وعمل سينمائي وعمل تلفزيوني، في أكثر من مجال بحاجة الشخص لصقل هيدي الموهبة مثل حضرتك شبهتها باللؤلؤة. هلأ بيضل عملية، أنا خضعت إلى دورة إعداد ممثل، أخذت بعض المعلومات الأكاديمية، أخذت بعض التطبيقات العملية لهذه المواضيع، عملية النقل إلى أرض الواقع مسرح أمامه جمهور، يعني بيصير في اختلاف، بيصير في تأثيرات لدى الممثل. فرضا أنا أخذ المعلومات أكاديميا، حاليا أنا خشبة مسرح أمامي جمهور واسع، هي اللحظات الأولى كيف ممكن الممثل يتلافاها أو ما يشعر الجمهور أنه هو بلحظة خوف أو رهبة، خلينا نعرفها مش خوف. طبعا هاي تجي نتيجة الثقة بالنفس أكيد. هلا أنت لما بدك تقدم على أي شيء لازم تكون أولا ثقتك بنفسك عالية تتنجح فيه. إذا ثقتك مهزوزة بنفسك ما راح تنجح فيه يكون شو ما كان العمل، لازم تكون أتقن الدور كي تتعزز هذه الثقة. ثقتك بنفسك بتجي من إتقانك لدورك، من حفظك لدورك،
من تطبيقك لتعليمات المخرج بحذافيرة، مع تعاملك مع الجمهور، كل هاي عوامل مؤثرة بنجاح أو فشل العمل أو الممثل. صح. على السواء تماما. فالشق الثاني من السؤال هو أنا يعني اللي لفتني للانتباه على أولي طرحت عليك هيدا السؤال، لأنه نحن شفنا وتابعنا يعني كاست أو جروب طقوس الإشارات والتحولات، سألنا بعدين عن هيدا الكاست، قالونا أنه هي أول تجربة لإله. طبعا يعني هيدا الشيء نحن سمعنا عنه بسؤال، مو كان ردة فعل أنه هدون شكلهم أول مرة بيمثلوا، لا أبدا، كان سؤال أنه هدون الشباب أول مرة بنسمع فيهم وين كانوا، هل والله هدون أول تجربة لإله، فكان أداؤهم جدا رائع. هلا خليني احكي شوي سينمائيا استاذ نضال، يعني في طموح، في رغبه، في من الممكن تكون بوادر انه نضال سليمان او من يعني من معه من الشباب اللي حاليا بادئين بعمليه التمثيل المسرحي او المشاركه باعمال مسرحيه، في شيء سينمائي بالافق، في رغبه، ام حابب انا استمر بالمسرح؟ لا، هلا انا اكيد ماني حابب استمر بالمسرح، ولا فيه اي، ما في فنان بيقول انا حابب استمر بشغلي معين. شكرا لصراحتك. الفنان لازم يكون يتقن جميع الشغلات الموكله له، سواء تلفزيونيا او مسرحيا او، والطموح ما بيوقف عند شغله محدده. صح. طبعا هلا انا ما فيني بقول عن نفسي اني فنان مسرحي وبسكوت، يعني لا، انا ممثل. انا هوايتي التمثيل، سواء كانت مسرحيا أو تلفزيونيا أو سينمائيا، كلها هاي فنون بتروح لبوتقة واحدة. مزبوط؟ صح. يعني طبعا في طموح وفي أمل كبير أني أشتغل، وانعرض علي السنة الماضية بسجن حلب المركزي مع الأستاذ نجدة إسماعيل أنزور، بس ما بعرف الإشكالات اللي صارت بأنه شخصيتين دمجون بشخصية واحدة. فكانت هاي محاولة انه لا اشتغل سينما، بس انا ما بفقد الامل. حلو. هلا يعني الفرص تأتي تباعا. أكيد. ليس بالضرورة ان تكون اول فرصة أكيد. ناجحة. طبعا اكيد. بس خليني هلا بس فوت بتفاصيل جديدة. هلا اغلبية الشباب حاليا لما عم يشتغلوا سينما عم تجهروا الافلام القصيرة. يعني عم قوم بصناعة فيلم قصير بفكرة معينة، تايم ممكن يكون من 5 إلى 10 دقائق، عم يشاركوا فيها مجموعة من الشباب في مهرجان دولي سينمائي سوري، مثل مهرجان خطوات تشارك هذه الأفلام فيه. حاليا نضال وزملائه في أفكار يعني لعمل فيلم من الممكن أنا أشارك فيه ضمن الإمكانيات والقدرات الموجودة بالتأكيد، يعني لأنه هي صناعة تحتاج إلى مال. هلا كان في فيلم من قبل عرض علي بس مش ما قدرت اشتغلت فيه، لاني هلا انا حاليا يعني انا من النوع اللي ما بحب اشتغل انه اكمش كذا بطيخه بايد واحده. صح. يعني انا اذا بدي اشتغل شغله لازم اتفرغ لها مشان اكون مركز فيها مشان اشتغل صح. يعني انك تشتغل تلفزيون او سينما مع مسرح هذا ما بيزبط. أه. ابدا. يعني لازم اتفرغ للشيء. طبعا طبعا لازم تتفرغ. هلا انا عم بشتغل مسرحيه عفوا مع الأستاذ فرحان قلقامش، أسطورة قلقامش، فأنا بدي أتفرغ لو أنا أخذ شخصية مهمة فيها محورية بالمسرحية. فعندي شغل كتير. طيب كونك تفضلت بذكر مسرحية قلقامش اللي أنتوا قادمين على عرضها إن شاء الله، هلأ شاء الله. خلينا نحكي عنها هلأ بشوية تفاصيل. جروب العمل هو نفس جروب عمل طقوس الإشارات والتحولات؟ لا، لا. اختلف الجروب. ما في حدا من طقوس الإشارات غير أنا الشخص الوحيد الموجود أنا بالعمل. اي طبعا. حاليا عم تعملوا البروفات، وين المكان؟ هلأ عم نعمل البروفات بالمنفذية الحزب القومي السوري، بالمنفذية الطلبة تبع الجامعة التشريع. طبعا مشكورين يعني. أكيد. يعني لو ما هني استضافونا أو تنعمل البروفات يعني ما في. هو صار في مكان حاليا تعملوا فيه البروفات. حلو. ما في البروفات قديش مستمر فيها؟ ولا فيك تعمل بأي مكان تاني لأنه كاست العمل كبير. يعني حوالي يمكن شي 25 شخص. هيا كان الأستاذ عم يعمل دورة بالسورية التنموية السورية، الأمان السورية كان عم يعمل فيها، وجاب هالشخصيات هدوني معه على عمل قلقامش. فقال لي الأستاذ أنه بده دخلني بالعمل، قلت له أستاذ مثل ما بدك. أنا جاهز. فينا ناخد فكرة عن دورك اللي حضرتك؟ هلأ أنا دوري بقلقامش كبير الكهنة. كبير الكهنة اللي بيكون عاشق لعشتار. فأنا ماني مخول أحكي كتير عن طبعا هلا بالمسموح. عاشق لعشتار،
وحاقد على جلجامش الملك، لأنه عشتار بتحب جلجامش، وكبير الكهنة بيحب عشتار، وعشتار ما بتحب كبير الكهنة، وجلجامش ما بيحب عشتار. فهون بتلعب بقى انت بدك تشوف الدسائس والمكائد اللي بيحيدها اللي بيحيكا كبير الكهنة ليتخلص من جلجامش وينصب نفسه ملك، ومن ثم يتزوج بمحبوبة القلب عشتار. طيب معناتها في نفحة كوميدية بالمسرحية؟ لا لا توجد، لا مكائد وال لا لا لا، هي كلها تحك عن طريق كبير الكهنة بس بخبثه وبمنعنته، يعني ما فيها أبدا شيء طريف ولا مو مثل الطقوس. ايه طقوس كان فيها ايه مو جنحنا هيك شوي عن المألوف بالطقوس. لا طبعا المسرحية باللغة العربية الفصحى كمان. هذا شيء إن شاء الله ستعرض يمكن 20 أو 22 الشهر الحالي ايه قريبا، فنتشرف بوجودكم معنا. اكيد اكيد هذا الشيء بيشرفنا، واجبنا نكون موجودين بمثل هيك اعمال مسرحيه بعناوين يعني ثقيله جدا. طبعا خليني احكي شوي عن الشباب الموجودين، يعني اتاحت الفرصه للشباب للمشاركه باعمال مسرحيه تلفزيونيه او سينمائيه، الى اي درجه من الاهميه وهل يطبق هذا الامر؟ يعني هل هناك من رعاه او يعني خلينا نعبر عنه يعني من يبحث عن الشباب السوري الموهوب لاشراكه في هكذا مسرحيه أو أعمال تلفزيونية؟ أنا اللي لمسته من خلال العمل الطقوس وهالعمل الحالي إنه في ناس حابة تشتغل، في ناس حابة تشتغل بس ما حابة تضحي، ما حابة تضحي. إيه هلا أنت لما بدك تشتغل مسرح وتفرغ نفسك عليه، معظم اللي معنا طلاب جامعة، يعني في ناس منهم أنا بقول لك رسبوا من وراء الطقوس. هذا شيء غير مقبول بالتأكيد. طبعا طبعا، لكن في شيء على حساب شيء. لما بدك تمشي وراء التمثيل بدك تضحي، طبيعي بدك تضحي، يعني أنا ضحيت، أنا ما عم بدرس بس ضحيت. إيه ضحيت بشيء كتير يعني كبير من خلال الطقوس ومن خلال هالمسرحية هي الثانية. فطلاب يعني في ناس حابة تشتغل، في ناس حابة تشتغل، وفي ناس بتجي لتشتغل من أجل التسلية، تمضية وقت فقط لا غير. يعني بالنهاية أنت منك لحالك بتكتشف مين اللي جاي يشتغل ومين اللي جاي يقضيها تسلية أو تمضية وقت فقط لا غير. بالنهاية هذه الخشبة التي تسمى بالمسرح قيل عنها أعطيني مسرحا أعطيك شعبا. نعم يعني هو يعني يعكس صورة الواقع، يتحدث أكيد. بلسان الناس، ينقل المشاعر، يعني كتير تابعنا مسرحيات وحضرنا مسرحيات يعني تدمع العين لمشهد معين ينقل صورة الواقع، الوجه يضحك عندما ننقل صورة واقعية قد تكون مؤلمة لكن صحيح. بأسلوب يعني اضحك، نحتاج إلى الضحك يمكن بالفترة القادمة. هلا بما تبقى لدي من وقت حابب أعرف مجموعة أفكار نضال سليمان للمرحلة القادمة، خطة حابب اشتغل هون اتفرغ لهون ممكن انتقل لشيء تاني. قبل ما تجاوبني عن خطتك المستقبلية فقط سؤال، في حال كان هناك عمل سينمائي توجه به أحد المخرجين إلى نضال سليمان تترك المسرح؟ لا. طب بدك تتفرغ للعمل السينمائي؟ ايه بدك تنسق انت ما بين المسرح والعمل السينمائي، يعني لن نترك المسرح؟ أكيد لا، عشق المسرح عشق. شكرا على الإجابة. خلينا نحكي هلا بالمستقبل القادم بالنسبة لأفكارك للممثل نضال سليمان. هلا أنا بالنسبة لنضال سليمان أنا يعني هالعمل الثاني هذا إن شاء الله رح نعرضه بالقريب، في عمل بعده إن شاء الله إن شاء الله كمان للأستاذ فرحان عن رواية للأستاذ محمد الماغوط الله يرحمه، كمان رح شارك فيه هذاك، ممكن ايه في ضحك وفي كذا وفي جدي، بتعرف انت اسلوب المغرب. بعد العمل بعد المسرحية الثالثة اذا شاء الله في عندي نية باتجاه الاخراج. حلو، كونك بدأت فيه كمساعد مخرج لحد المسرح. في عندي نية بدي اتجه باتجاه الاخراج، فالاستاذ قتيبة غانم وعدني بهالموضوع انه يساعدني. طبعا أنا بتشكره وبتشكر كل حدا ممكن يمد يد العون لأي أكيد. شخص بادئ بمجال معين ولديه موهبة. إيه أكيد.
فإن شاء الله هاي الفكرة الرئيسية هلا حاليا عندي. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله بتتحقق آمالنا وآمالكم يا رب. إن شاء الله بتتحقق آمالك والآمال الشباب السوري الطموح في مجال التمثيل والإخراج سينمائيا مسرحيا تلفزيونيا. أكيد يعني بنهاية حلقتنا لليوم ما ضل مني غير أني أتشكرك على قبولك للدعوة وأتمنى لك كل التوفيق في قادم الأيام وعديد الفعاليات التمثيلية إن كانت مسرحيا أو تلفزيونيا أو سينمائيا. الممثل نضال سليمان شكرا جزيلا لك. شكرا لك لهالاستضافة الجميلة، شكرا للكاست اللي معك، شكرا للمحطة الكريمة، وشكرا جدا. شكرا جزيلا لوجودك، اهلا وسهلا. أنا راس. طبعا مشاهدينا الأكارم الشكر الأكبر لكم على طيب المتابعة، وودعكم على أمل اللقاء بحلقة جديدة من سكتش.